بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أرحب بفضيلته في مطلع هذا اللقاء، حياكم الله يا شيخ. حياكم الله وبارك فيكم. إخوتي المستمعين الكرام، لا يزال الحديث موصولا حول ما يتعلق بمسائل الحيض التي لها علاقة بعبادات المرأة لربها، ولعلنا نبدأ في هذه الحلقة بسؤال حول حكم الصلاة في الثوب الذي حاضت فيه المرأة ثم بعد ما تطهر وأرادت أن تصلي ولا يزال الثوب عليها، هل لها أن تصلي فيه؟ لأن بعض النساء يتساءلن حول هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، عن المرأة تحيض في ثوبها فيصيب دم الحيض الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم: تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. تحكه أولا لتخفف من وجود الدم، ثم تقرصه يعني تفركه في الماء، ثم تنضحه بعد الفرك وتصلي فيه، قال صلى الله عليه وسلم: وتصلي فيه. فدل على أن دل على مسائل: المسألة الأولى على ضيق الحال عند الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن نساءهم تحيض، أو غالب نسائهم، يحيضن في ثوب واحد ليس لهن غيره، ويطهرن ويصلين فيه. المسألة الثانية فيه دليل على نجاسة الدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله. المسألة الثالثة فيه دليل على كيفية تطهير النجاسة إذا أصابت الثوب من دم أو غيره، لأنها تغسل. المسألة الرابعة في الحديث دليل على اشتراط طهارة الثياب للصلاة، كما في قوله تعالى: وثيابك فطهر. ففي هذا الحديث دليل على أنه يشترط طهارة الثوب الذي يصلى فيه. نعم، بارك الله فيكم. مر في إجابتكم فضيلة الشيخ أن الصحابيات ربما لم يكن لديهن إلا ثوبا واحدا، وربما نرى من الإسراف الذي وقعت فيه بعض نساء المسلمين في الثياب واللبس الكثير واقتنائه، وربما الاستفادة منه لمرة واحدة، توجيهكم في هذا. نعم، هذه مسألة مهمة، وعلى النساء على نساء المسلمين أن يتذكرن أحوال الصحابيات وما هن فيه من ضيق العيش، وأن الواحدة ليس لها إلا ثوب واحد تحيض وتطهر فيه وتصلي فيه. فعلى نساء المسلمين اليوم أن يتذكرن هذه الحالة، وأن يتركن الإسراف، وأن يحاسبن أنفسهن، تركن الإسراف في الملابس، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف والتبذير، فقال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. فالواجب على النساء المسلمات أن يتقين الله جل وعلا، وأن يتركن الإسراف والتبذير في الملابس
وأن يقتصدن في الملابس وأن لا يحصل منهن هذا التباهي، وأن المرأة تشتري الثوب بأغلى الأثمان ثم تلبسه مرة واحدة ثم تطرحه وتشتري ثوبا آخر وهكذا. نعم، بارك الله فيكم ونفع بما قلتم. فضيلة الشيخ، عودا إلى ما بدأنا به الحديث حول الحيض، متى تغتسل الحائض وجوبا؟ تغتسل الحائض إذا انقطع عنها الدم تماما، بأن رأت النقاء التام في نهاية حيضتها، فإذا رأت النقاء التام فإنها تغتسل وتصلي، وتباح لزوجها كما قال جل وعلا: اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكان النساء يبعثن بالدرجة إلى أم المؤمنين عائشة فيها الكدرة والصفرة، فتقول لهن: لا تعجلن، يعني في الاغتسال، حتى ترين القصة البيضاء، يعني نهاية وكمال الطهر. نعم. فضيلة الشيخ، لو بينتم ووضحتم السنة في كيفية الاغتسال من الحيض، وهل يغتسل أو يختلف عن غسل الجنابة؟ لا يختلف غسل الحيض عن غسل الجنابة، في أن المرأة تستنجي أولا، يعني تغسل فرجها وتنظفه من الخارج، ولو وضعت فيه شيئا من القطن الذي فيه شيء من الطيب أو من المسك أو من الأظفار المعروفة بالطيب، توضع في قطعة من القطن، ثم تحشو بها المخرج من أجل تطييب الرائحة، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تغسل رأسها، تفيض الماء على رأسها وترويه 3 مرات، ثم تفيض الماء على جسمها 3 مرات، هذا هو الأكمل والأفضل، والواجب مرة واحدة. وكذلك تنقض رأسها إذا كان مظهورا، تنقضه في الحيض والنفاس، وأما في الجنابة فلا تنقض رأسها. نعم. إذن هذا هو الفرق بين الجنابة. نعم. بارك الله فيكم. هل لها أن تتطيب بعد الغسل؟ لها أن تتطيب لزوجها وفي داخل بيتها، أما إذا أرادت الخروج فليس لها أن تتطيب. نعم. المستحاضة فضيلة الشيخ، هل لها أن تصلي بوضوء الصلاة التي قبلها أم يجب عليها تجديد الوضوء؟ المستحاضة مثل من به حدث دائم، حدثها دائم، فلا بد أن تتوضأ، أن تستنجي وأن تتوضأ لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: وتوضئي لكل صلاة. نعم. معلوم فضيلة الشيخ أن الحائض لا يقربها زوجها كما بينتم قبل قليل كما هو معلوم، لكن بالنسبة للمستحاضة هل يجوز ذلك للزوج؟ الحائض لا يقربها زوجها بمعنى أنه لا يجامعها في الفرج. نعم. وأما الاستمتاع منها بما دون الجماع في الفرج فإنه جائز، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته وهي حائض فتتزر ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم، وقال: اصنعوا كل شيء إلا الجماع في الفرج. وأما المستحاضة فإنها تعتبر طاهرة، فيباح لزوجها أن يجامعها، لأنها تؤمر بالصلاة والصيام والعبادات، لكن قال بعض الفقهاء: يكره لزوجها أن يطأها وهي مستحاضة كراهية التنزيه، وإلا فإنه يباح له جماعها لأنها تعتبر طاهرا. نعم. هذا في ما لم يوقت بأنه حيض طبعا بالنسبة للمستحاضة، الكلام في المستحاضة. نعم. أما الحائض فهذه عرفناها. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، حكم تأخير قضاء رمضان أو قضاء الصوم من رمضان إلى ما بعد رمضان القادم؟ من كان عليه قضاء من رمضان بأن أفطر لعذر من رجل أو امرأة فإنه يبادر بالقضاء بعد رمضان، يبادر بالقضاء
هذا هو الأفضل والذي فيه براءة الذمة، المبادرة بإبراء الذمة وأداء الواجب، ويجوز له أن يؤخره إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، فإذا لم يبقى قبل رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه القضاء ولا يجوز له التأخير، إلا إذا كان عذره مستمرا، عذره عن الصيام مستمرا كالسفر والمرض ونحو ذلك، فإنه يؤخره إلى ما بعد رمضان الجديد، وإذا زال عذره يقضي. أما إذا أخر القضاء من غير عذر حتى دخل عليه رمضان الجديد فإنه يجب عليه شيئان: أولا القضاء، ثانيا إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير من غير عذر. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبما بينتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي كان ضيفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما بين ووضح ونفع به، وإلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.